أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالشراكة مع مؤسسة الصديقية للخدمات الثقافية الاجتماعية مبادرة الأخ الأكبر بمشاركة نحو 40 متطوعا ومتطوعة من مختلف المحافظات. المبادرة تهدف لتقديم الدعم الاجتماعي والثقافي للأطفال الأيتام من مختلف الأعمار وصقل مواهبهم الفنية والثقافية والرياضية وتطوير قدراتهم الإبداعية ضمن خطة الحماية الاجتماعية الخاصة بالتحالف، والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجاً والفئات الأولى بالرعاية. وكما تعودنا بجمال العمل مع التحالف الوطني، هو بيحدد لنا أو بيضع لنا، بما أنه عنده خريطة مصر كلها وعنده الإحصائيات الكاملة للمستحقين، فكان من التوجيهات أيضاً العمل في المناطق الأولى بالرعاية. لكن المناطق الأولى بالرعاية هي بتضم أطفال وكبار سن وسيدات وكل الفئات، إنما التوجه ناحية شباب مصر والعمل التنموي المستدام كان يجب إن احنا نشتغل على الأطفال من الصغير للكبير، يعني المراحل العمرية المختلفة زي ما بنشتغل على أولادنا في بيوتنا. فالتوجه لدور الأيتام، مين هيوجه ده؟ يعني كتر خير كل دار إن هي بتراعي وبتعامل بإحسان وبتعامل برفق وكل شيء، لكن التوجه مهما كان العمل بيزيد عليهم، فكان لازم تحالف الوطن وتحالف الأهالي والمتطوعين والمجتمع في نشأ زي ده، نشأ زي ده هو الجيل الجاي. في عندنا أنشطة شغالة، في عندنا كشافة، في عندنا ملابس برضو للجديدة كلها هتتم التوزيع عليهم، والكشافة واليوم الهدفي، عندنا هدفين النهاردة من اليوم، هدف ترفيهي وهدف ان احنا ننمي مهاراتهم ونحاول نكتشف قدراتهم على ايه وننميها. النهارده جايين مبادره الاخ الاكبر، بنشارك الاطفال معانا من دار الايتام، ان احنا بنشاركهم النهارده يوم بندخل على عليهم السعاده والفرحه وكده. احنا النهارده جايين عشان نعمل انشطه كشفيه ترفيهيه للاولاد بتوع دار الايتام. الهدف طبعا من الانشطه الكشفيه والكشافه بشكل عام هو اللعب الترفيهي اللي في الاخر بيعلم الولاد سوفت سكيلز مهمه جدا، زي التيم وورك، زي ان احنا ازاي نحل المشاكل، ازاي نتعامل مع بعض، ازاي نتقبل الاخر، ازاي يبقى في بيننا وبين بعض تعاون. فده الهدف الاساسي اللي احنا موجودين عشانه النهارده. احنا جايبين طبعا الفريق بتاعنا، الاولاد بتوع الكشافه بتاعتنا، بتوع فريق مجموعه نقدر الكشفيه، وجايين نلعب مع الاولاد، فطبعا مجهزين لهم مجموعه كبيره يعني من الانشطه واللعب، يعني الحمد لله. جينا النهارده كمتطوعين بنحاول نسعد الاطفال الايتام في مبادره الاخ الاكبر، بنحاول ان احنا نفرحهم بتوزيع هدايا وملابس وعمل عروض وشو ترفيهي ليهم، يعني عشان النهارده اليوم يبقى